قال جمعية خيرية إسبانية تعنى بالمهاجرين إن السلطات الإيطالية أعادت احتجاز سفينتها متهمة روما بالتضييق على نشاطها الخيري. أوضحت جمعية أوبن آرمز أن سفينتها التي تحمل الاسم نفسه تعرضت لحجز جديد مدته 20 يوما وغرامة ب10,000 يورو. وكانت السفينة قد احتجزت في أغسطس الماضي إلى جانب سفينتي إنقاذ أخريين بتهمة انتهاك قانون جديد ينص على عودة سفن الإغاثة إلى المرفأ الذي تحدده السلطات الإيطالية بعد كل عملية إنقاذ. وكانت السفينة أوبن آرمز أنزلت الأسبوع الماضي أكثر من 170 مهاجرا غير نظامي أنقذوا وسط البحر المتوسط.